المدرب المميز من علي عبد الرزاق. الشيخ عبد الرزاق الشيخ الدوغ أما نعرفوه غير معك يا شيخ الشيخ بشير. عبد الرزاق نعم وما دراك مربي فاضل وأخ عزيز. الشيخ عبد الرزاق دربني كلاعب في نصر أولاد حمد. تعلقنا مع بعضنا بحكم هو إنسان منضبط جدا جدا جدا. معناها شوف صدقني ولا نهار تلقاه يجي بعد اللاعبين ديما سابق اللاعبين الاستاد ولا قلة قليلة ولا يروح قبلهم ديما يروح بعدهم يجتهد معاهم. ما هوش صاحب مادة مهمة الوحيدة أن يقدم فريق. كان يربي بصراحة كان يربي. بعد سنوات يعني من اللي لعبنا وكذا في مع فريق هذا تاع نصر ولاد حمد بعد سنوات لقينا ناي حبيت نجيبها معنا في تضامن السوفي في الأواسط. بدينا خدمنا مع بعضنا في الأواسط كنا حاكمين الأواسط ودرنا بها نتائج ممتازة جدا. بعد الافتراق وبعد كل شيء عودت لما جيت لكونين ألحيت عليه أنه يكون معي لقربي منه وقربه مني للعمل تاعه المثابرة تاعه. شوف ونيلقى حاجة ما يجي قد في الرياضة تلقاها جبد ديركت. أعرف اللي رأي بعيد عن الأضواء وبعيد عن بعيد عن الأضواء. شوف حتى الصورة هذه حال كيف جت لي أنها أصلا كلا بعد قصان كبير هذه أيوة صار. هو كلا جابوه غلطة صوروه في بلاصة ولا في دورة ولا واقع حوصنا على اسم ليه فيسبوك ما لقيناش خرج الصور أبدا فيسبوك إنستغرام ولا بعيد عن العالم هذا كل. تحياتنا للمدرب المميز مهري عبد الرزاق ربي يوفقه إن شاء الله وإن شاء الله نستضيفه لملا في أحد حلقاتنا بإذن الله. حتى كسالة عبدو يبعد على الأضواء ياسر يبعد على الأضواء ياسر وخجول. نعم يلا سيدي كملنا الفقرة.